في صباح الثاني من سبتمبر من عام 2015 استيقظ العالم على صورة أيلان الكردي، الطفل السوري الذي أدمعت قصته عيون العالم، جسد بلا منازع مأساة اللاجئين الفارين من الحروب. اليوم مضى على رحيل أيلان أزيد مما عاش، لكن موته كتب الحياة لآلاف اللاجئين بعد أن أطلق اسمه على سفينة إنقاذ ألمانية تعمل على مستوى البحر الأبيض المتوسط. إلى جانب سفينة أيلان الكردي تبحر اليوم عشرات السفن التابعة لمنظمات إغاثية وإنسانية تواجه جميعها صعوبات جمة في مواصلة عملها بسبب أزمة مركبة باطنها إنساني وظاهرها سياسي. سفن إغاثة المهاجرين بين نارين محور العدد الجديد من مجلة بين ضفتين. يحضر معنا من الضفة الأخرى من روما الدكتور رامي عزيز المختص في شؤون الشرق الأوسط من روما. دكتور رامي عزيز، أهلا بك في ضيافة مجلة بين ضفتين. أهلا وسهلا بك، شكرا. الدكتور رامي، البحر الأبيض المتوسط يعد اليوم أكثر طرق الهجرة دموية. سؤالي، لماذا تتركز جهود سفن الإغاثة على طريق البحر الرابط بين سواحل ليبيا وإيطاليا؟ يعني كما أنت أشرتي في سؤالك، البحر المتوسط هو من النقاط الساخنة لعبور المهاجرين، وبما أن ليبيا تشهد منذ سنوات طويلة حالة من الفوضى وحالة من عدم السيطرة على الحدود، لذلك يعمل المهربين والتجار الهجرة غير الشرعية بشكل نشط انطلاقا من الحدود الليبية تجاه إيطاليا التي تمثل أقرب نقطة التقاء يستطيع منها مراغب الهجرة إلى أوروبا الوصول إلى الأراضي الأوروبية. ولذلك هناك تركيز واهتمام كبير بمسارات الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط، وهذا يترجمه التحركات التي يقوم بها مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الإيطالي. رأينا ماريو دراجي رئيس الوزراء الإيطالي الذي تولى مهامه في ظروف صعبة جدا تواجهها إيطاليا كما تواجه دول العالم الأخرى في ظل أزمة كورونا، ولكنه اختار أن تكون أول رحلة خارجية له إلى ليبيا. لماذا ليبيا؟ لمناقشة كيف يمكن التعاون مع ليبيا بشكل حثيث أو مع الحكومة المؤقتة الموجودة هنا لكبح جماح مشكلة الهجرة غير الشرعية، لأنه عديد من الخلافات بين الفرقاء والدول الأوروبيين ظهرت إلى السطح نتيجة لعدم السيطرة وعدم وجود آلية أوروبية فاعلة تتعاون من خلالها الدول فيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية. أمام استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من سواحل الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا وإيطاليا بشكل خاص، تواصل سفن الإغاثة مساعداتها لإنقاذ المهاجرين خصوصا القادمين على متن قوارب صغيرة، لكن جهود الإغاثة تصطدم بقيود وعراقيل، يعرضها روبورتاج عبد المجيد الفرجي من باليرمو. محمد مامون القادم من السواحل الليبية كان على وشك أن يفقد حياته رفقة مهاجرين آخرين في مياه البحر الأبيض المتوسط بالقرب من إيطاليا لولا تدخل سفينة إنقاذ دولية. تجربة لي عشة حتى أنا يا بدوري عرضة للخطر، عرضة للموت، الموت الحقيقي. لولا فضل الله والمساعدة ديال السفن الإنقاذ ما كنتش غادي نكون حي في هذه اللحظة هذه، لأن كتقطع الإنسان السبل، ما كاينش حتى وسائل الاتصال، وناس عندها يعني ظروف خاصة اللي جعلاتها واضطرتها على أنها تخرج من بلادها وتركب البحر. يعني في نظري أنا هذيك العمل ديال سفن الإنقاذ خاصو يبقى دائما جاري به العمل، وخاص السلطات الإيطالية تاخذ شي قرار مهم، فإن دوك الناس ما عندهمش شي دل. ذنبهم الواحد أنهم تعرضوا لظروف طارئة اللي خلتهم يخرجوا من بلادهم، كاينة ظروف حرب، ظروف مجاعة، ظروف إنسانية، كل واحد على حسب الظروف دياله. مهاجرون مثل محمد عبروا البحر لكن فقدوا حياتهم ضمن 753 مهاجرا من عدد إجمالي 11471 مهاجرا وصلوا سواحل إيطاليا سنة 2019 وفق إحصاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إيطاليا ألزمت المنظمات الأهلية التي تقوم سفنها بإغاثة المهاجرين بقانون عمل، مما جاء فيه
منع إرسال إشارات ضوئية لتسهيل دخول وخروج السفن التي تنقل المهاجرين بقصد عدم تسهيل الاتصالات مع الأشخاص المشاركين في الاتجار بالمهاجرين، وهو ما جعل بعض السفن المخالفة تتعرض لعقوبات مثل سفينة ماريونيو التابعة لجمعية ميديترانيا. راديو ميديا زار سفينة الإنقاذ والتقى أحد مسؤوليها غاندولفو ألبانيزي في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية. سفينة ماريونيو كانت بالفعل قيد الاعتقال بسبب التحقيق. من الضروري الاستمرار في العمل الذي تقوم به ميديترانيا وإنقاذ الأرواح والأشخاص الذين يفرون من بلدانهم. وعن التحديات التي تواجه سفن الإنقاذ والقانون الذي ينظم تدخلاتها في عرض البحر، تقول فرانشيسكا دي فيتور الباحثة في القانون الدولي بكلية الحقوق بالجامعة الكاثوليكية في ميلانو وعضو جمعية الدراسات حول الهجرة. في البداية كان نشاط المنظمات غير الحكومية قد انطلق بحرية وتم الترحيب به، على سبيل المثال من قبل خفر السواحل الإيطالي لأنه سمح بإجراء عمليات الإنقاذ التي كانت في حينها كمخاطرة بعدم القدرة على تنفيذها، ثم بدأوا بدلا من ذلك ينظرون إليهم بشكل واسع. في البداية تم اتخاذ إجراءات جنائية ضد قبائل قباطنة السفن، وفي بعض الأحيان إجراءات جنائية لها علاقة بالهجرة غير الشرعية. الإجراءات الجنائية لم تحظى بالمتابعة لأنه في جميع الحالات اعتبر القضاة الذين تمت تسميتهم للنظر في أن قائد السفينة أثناء تنفيذ الإنقاذ قد تصرف في حالة الضرورة وبوزع الواجب. سفن الإنقاذ بين أمرين أحلاهما مر: إنقاذ حياة المهاجرين دون الالتزام بالنص القانوني أو التقيد بهذا الأخير، وترك المهاجرين يواجهون مصيرهم المحتوم في مقبرة المفقودين في عرض البحر المتوسط. عبد المجيد الفرجي لراديو ميديان باليرمو، جزيرة صقلية جنوب إيطاليا. تابعنا في الروبورتاج عدة مظاهر من عمل سفن إغاثة المهاجرين والتحديات التي تواجهها. ما هي في نظركم أبرز القيود التي تواجه عمل هذه السفن اليوم؟ أبرز القيود التي تواجه عمل هذه السفن هو عدم الاعتراف بها، يعني بمعنى صح أن الحكومة الإيطالية أو الاتحاد الأوروبي بشكل عام هو يترك إيطاليا في المواجهة، ولذلك هناك حالة من الخلاف الشديد بين إيطاليا والدول الأوروبية الأخرى حول هذا الملف. الدول ليست جماعات خيرية، الدول لديها مصالح تنطلق بناء على أساسها، ولذلك تحاول إيطاليا إرسال رسالة قوية عبر مضايقة أو عبر منع استقبال أو تضييق أو احتجاز سفن الإغاثة بأن هذا لن يستمر طويلا، وأن هناك حالة من التضايق والتململ. لأن إذا نظرنا إلى الوضع الراهن في ظل الكورونا، هناك الدول تعاني اقتصاديات وفقدان الوظائف، ليس هناك استعداد لاستقبال المهاجرين. حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها استقبلت إيطاليا أكثر من 13,000 مهاجر غير شرعي. تسعى إيطاليا أن يكون هناك بلورة وموقف حازم، وهذا اتضح من خلال زيارة وزيرة الداخلية لمورجيزي التي كانت مصحوبة بالمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية إلى تونس منذ عدة أيام لحوكمة هذا الأمر. نحن أمام رسالة واضحة يحاول أن يكون فيها الاتحاد الأوروبي حازم فيما يخص الهجرة غير الشرعية. الأكيد أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي يعني بشكل أوسع يواجه اليوم في تدبير أزمة الهجرة واللجوء أزمة مركبة، يعني أزمة إنسانية لكن أيضا هناك جانب سياسي. سؤالي هنا دكتور رامي عزيز، تنام الخطاب الشعبوي خصوصا في إيطاليا إلى أي حد قد يعقد جهود المنظمات العاملة على تقديم المساعدات للمهاجرين غير النظاميين؟ هذا سؤال مهم، الربط بين المزاج العام السياسي ومسألة الهجرة غير الشرعية وصعود اليمين الأوروبي هو أمر مهم. الحزب الديمقراطي الذي يقوده الآن رئيس الوزراء الأسبق ريكوليتي يقول يعني يجب أن يكون هناك حوكمة لعملية الهجرة غير الشرعية، ولكن أن لا يكون ذلك على حساب عمليات الإنقاذ التي تتم في البحر المتوسط. نجد حركة الخمس نجوم لديها موقف غامض غير واضح، يعني هي تريد حوكمة ذلك ولكن لم تتحدث عن موضوع إنقاذ المهاجرين، ولكن موقف اليمين واضح تماما، هو لا يعبأ بإنقاذ المهاجرين في البحر. هناك حالة
من الانقسام حتى على مستوى المجتمع. صحيح أن هناك ديمقراطية، هناك حالة من الضغط على الحكومات لدفعها لشيء ما، ولكن كما قلنا في النهاية حقوق الإنسان أحد الزوايا التي تنظر لها الدول، ولكن في النهاية الدول تنظر إلى مصالحها فوق أي اعتبار. أوروبا تتخبط في مسألة الهجرة غير الشرعية، ولا أتوقع أن يكون هناك سياسة حاسمة على المستوى الأوروبي، ولذلك تسعى أوروبا إلى حل هذه الأزمة عبر الضفة الأخرى من البحر المتوسط، عبر الحكومات والأنظمة الموجودة هناك، عن طريق تقديم المساعدات والدعم المالي لتلك الأنظمة والحكومات. الدكتور رامي عزيز المختص في شؤون الشرق الأوسط كنت معنا من روما، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، وشكرا على قبول دعوة المجلة. شكرا لك أستاذ.